بعد ما مات جوزي أبو إبن بقينا في الشارع. عديت بظروف ربنا وحده اللي أعلم بيها. شقتنا إيجار جديد وما كانش معايا أدفع إيجارها. جوزي كان شغال في القطاع الخاص واللي جاي كان يدوب على قد اللي رايح. وحتى بعد ما مات ما كانش في أي حاجة نقدر نتسند عليها. ولو في حد من القرايب ولا المعارف ساعد مرة ما كانش هيساعد التانية. ما هو البني آدم منه تقيل. ساعتها قررت أنزل أشتغل عشان أعرف أعيش ورب ابني. ولما لقيت إعلان عن شغل في شركة الجراح رحت وقدمت واتقابلت في إدارة التسويق وتعرفت على رفيق الجراح اللي كان طيب معايا قوي في الأول. ولما عرف ظروفي شجعني ووقف جنبي لحد ما في يوم بعتلي وطلب إنه يقابلني في مكتبه في الشركة. بصراحة يا ميسة أنا بعد ما عرفت ظروفك تعطفت معاك. حسيت إن شغلك هنا في الماركتنج عندنا في الشركة مش كفاية عشان يعيشك حياة كريمة، لا أنتِ ولا ابنك ولا هتعرفي تبني مستقبل. هو أنا كنت طايلة وبعدين الحمد لله هي ماشية ومستورة يا رفيق بيه. ما هو الرضا والقناعة دي ثروة أكيد مفيش شك طبعًا. بس الإنسان لازم يبقى طموح، ولا أنتِ مش هتعرفي تربي ابنك؟ ابنك صغير وطالع للدنيا جديد وعايز مين يأمن له مستقبله. ربنا يبعد. وبعدين هو انا كنت لقيت وقلت لا عشان انت طيبه وبنت حلال. هديكي فرصه عمرك، فرصه من نوع تاني خالص، هترفعك لفوق وهتأمني مستقبلك مستقبل ابنك. مش فاهمه. حكايه صغيره من تأليفي هتقومي انت بدور البطوله فيها. وحضرتك ناوي تنتج فيلم ولا ايه؟ مش هنتجه، بس الفيلم هيبقى من تأليفي واخراجي. ممكن حضرتك توضح لي اكتر؟ ببساطه قصه الفيلم محتاجه واحده زيك، ليدي عندها ولد صغير. هوديكي مشوار لعند حد تقولي له انك انت ارمله المرحوم الضابط طارق الرفاعي وان ابنك هو ابنه. بس ده كده يبقى كذب ونصب واحتيال. لا 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 بلاش الكلام الكبير ده، مجرد كذبه بيضه صغيره. عارفه لو انك انت عرفتي تمثلي الدور صح هديكي اللي طول عمرك تحلمي بيه. بس انا خايفه على ابني وعلى نفسي من الدخول في موضوع زي ده. الخوف والتردد ألد أعداء الطموح. إحنا لما بنبقى عايزين نحقق أحلامنا لازم يكون قلبنا جامد. أنا هديكي فرصة العمر، لو رفضتيها هتخسري حاجات كتيرة، حتى الشغل البسيط اللي أنت بتحبيه مش هتعرفي ترجعي له. هتفضلي تلفي ورا نفسك، تلفي 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 وتبصي تلاقي ابنك عمال يتعذب من الفقر. ولو قبلتي ده هتقدري تحققي كل احلامك واحلام ابنك واكتر. قلت ايه؟ بص يا ميسة ده شيك ب50,000 جنيه مقدم اتعابك. تخيل بقى ده مقدم اتعابك، انما الاتعاب هتبقى كام؟ لو انت رفضت الشيك ده مليون حد هيتمنى الفرصة دي. اوكي اشوفك بخير يا ميسة، باي. فهمني بقى ايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ عوضيني يا ولاد الكلب، عوضيني يا ولاد الكلب. عملت كده ليه؟
ايه؟ انت عارفه؟ عارفه اشتريتك في اللعبه الخزنه دي؟ عملوا فيا ايه؟ عارفه؟ دمر حياتي، خليني كفرت بالحب بالخير بعشرين السنين. انتوا ايه؟ ما عندكوش قلب؟ كل ده عشان الفلوس؟ ملعونه ابو الفلوس قدام لحظه شك واحده في بني ادم حبيته باخلاص وما حبش غيري. انتوا ايه؟ انتوا شياطين. انت عارفه انتوا عملتوا ايه؟ انتوا خليتوني بدل ما اروح اترمي على تربته وكحل عيني بترابها هروح كل يوم عشان ادعي عليه واتحداه وهو ميت وهو ساكت ومش قادر يدافع عن نفسه. انتوا ايه؟ انتوا خليتوني ما اشوفش في حياتي غير الثواب. انتوا ايه؟ انتوا اكيد مش بني ادمين. وانت انت يا اجمل احساس في قلبي. سامع؟ غصب عني يا طارق، غصب عني انا معذور. صدقت على قد الحب اللي حبيته لك، بس كان لازم اصدق انك مش ممكن ابدا تخون. ولا على قلبك اقول سامحني يا طارق، سامحني يا اغلى حبيبي. انا عارفه ان مفيش اي حاجه، اي اعتذار في الدنيا ممكن يكفر اللي عملته فيك، بس انا ممكن سامحيني عن لحظه الضعف السوداء دي. لو شفتي قدام عينيكي ابنك عيان وما حكيش انك تجيبي له الحق ده، وشفتي صاحب البيت وهو بيهددك بالطرد انت وابنك في الشارع عشان ما حكيش انك تدفعي الايجار، مش مبرر. والله العظيم والله العظيم انا طول عمري في حالي لا ظلمت حد ولا جيت على حد ولا اتسببت في اذيه اي حد. واللي انت عملتيه فين؟ خليتيني حسيت ان طارق ده شاب. كنت بلوم نفسي في كل دقيقة وكل ثانية اني صدقته. انتي خليتيني لو كنت طول شيء اسمه من قلبي بضوافري كنت عملت كده، حرام عليكي. عشان كده انا بقول لك انا تحت امرك، انا مستعد اعمل اي حاجة عشان اكفر اللي عملته ده، مستعد اعمل اي حاجه عشان افهم لحظه الضعف السوداء دي من حياتي. انت بتتكلمي بجد؟ اه والله. شوفي يا ميسة، لو كان رفيق اداكي فرصه للاذى فانت صعبتي عليا، هديكي فرصه تطهري بيها نفسك.